كلية المهن التطبيقية هي أساس جامعة بوليتكنيك فلسطين وشريانها الرئيسي، حيث تأسست عام 1978 بعد أن اختيرت فكرتها المتعلقة ببرامج في مجال التعليم التقني والمهني. وتضم الكلية 4 دوائر أساسية تعمل من خلالها على طرح البرامج المهنية المتميزة والنابعة من حاجة السوق، حيث يبلغ عدد تخصصاتها أكثر من 20 تخصص. كلية المهن التطبيقية تعتبر النواة الأساسية واللبنة الأساسية لجامعة بوليتكنيك فلسطين. تأسست الجامعة عام 1978 ككلية جامعية متوسطة كان يدرس فيها الدبلوم لمدة 3 سنوات. ابتدأت ب4 تخصصات في مواضيع الهندسة: ميكانيكية، مدنية، معمارية وكهربائية. طبعا تطورت الكلية هذا فيما بعد، حيث تم إضافة العديد من التخصصات بناء على حاجة المجتمع المحلي، ونتيجة لحاجة هذا المجتمع المحلي هذا تم إضافة أكثر من 5 أو 7 تخصصات في حينها، حتى تطورت الجامعة وأصبحت جامعة معترف بها عام 1999. تعتبر كلية المهن التطبيقية إحدى الكليات الأساسية لجامعة بوليتكنيك فلسطين، حيث تدرس فيها حاليا حوالي 24 تخصص، يبلغ عدد الطلبة فيها حوالي 2100 طالب. دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات هي من الدوائر المتميزة في كلية المهن التطبيقية، والتي تحتضن جميع التخصصات الحاسوبية المطروحة في الكلية. ومن هذه التخصصات تخصص البرمجيات وقواعد البيانات وتكنولوجيا الحاسوب وشبكات الحاسوب والإنترنت، وتخصص تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتصميم وتطوير صفحات الويب. دائرة الحاسوب والتكنولوجيا المعلوماتية أحد دوائر كلية المهن التطبيقية. طبعا هذه الدائرة مرتبط بها تخريج طلبة قد يحمل مهارات خاصة في مجال المعلومات والحوسبة. تحتوي هذه الدائرة على 5 تخصصات أساسية، اللي من بين التخصصات الموجودة عندنا برمجيات قواعد البيانات، برنامج الشبكات الحاسوب والإنترنت، تصميم صفحات الويب، وبرنامج تكنولوجيا الحاسوب، برنامج تكنولوجيا الوسائط المتعددة. دائرة العلوم الإدارية هي من أكبر دوائر الكلية من حيث عدد الطلبة، وتضم الدائرة تخصصات تلاقي رواجاً كبيراً في سوق العمل. ومن تخصصاتها تخصص إدارة وأتمتة المكاتب، السكرتارية والسجل الطبي، السكرتارية والسجل القانوني، تخصص التسويق والمبيعات، وإدارة المشاريع. دائرة العلوم المالية والمصرفية هي دائرة حديثة العهد، عمرها لا يتجاوز 2 سنين. انبثقت عن دائرة العلوم المالية والإدارية، بها تخصصان: تخصص المحاسبة التقنية وتخصص الإدارة المالية المحوسبة. دائرة العلوم المالية والمصرفية هي إحدى الدوائر المميزة، وتضم تخصص المحاسبة التقنية وتخصص الإدارة المالية المحوسبة. دائرة المهن الهندسية، والتي تعتبر العمود الفقري لكلية المهن التطبيقية والنواة الأساسية التي انطلقت منها جامعة بوليتكنيك فلسطين. ومن تخصصاتها تخصص إدارة وتكنولوجيا صناعة الحجر والرخام، والهندسة المدنية والمعمارية، وتخصص الأتمتة الصناعية والإلكترونيات الصناعية والتحكم المحوسب والاتصالات السلكية واللاسلكية والتصميم الداخلي، الديكور والمساحة والسيارات والتكييف والتبريد والإنتاج والآلات.